أنت يا صاحب السعادة، صحصح النوم واترك عنك الوسادة، وركز بمصيرك زين وإلا تعرضت للإبادة. يا صاحب السعادة عيني دادة، الانتخابات يوم 10/10، هالمرة يقولون غير شغل، على العموم نفس القادة، وأكيد هناك من فاحت ريحة فسادة، وهناك من يستحق الإشادة. يا صاحب السعادة سيشارك جمهورهم على عنادك، فشارك على عنادك، أنت تملك الإرادة، سفير فوق العادة يا صاحب السعادة، هذا ما كان ينبغي لك منذ الولادة. العمل عبادة، فكيف إذا كان بنية التغيير ونعمة زيادة. يا صاحب السعادة دعك من كل ما مضى، فقط تذكر أن لك على أرضك سيادة. يا صاحب السعادة كل ذلك وصداه في صدانا. مشاهدينا الكرام، معنا في حلقة جديدة من برنامج صدى الحدث، ونرحب بضيفنا الخبير القانوني والسياسي الأستاذ فيصل ريكان. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. كيف يبدو لكم المشهد الانتخابي أستاذ فيصل؟ هل هناك يعني ما هو بحاجة حتى الساعة للتثقيف؟ على سبيل المثال للحصر، قضية الدوائر المتعددة تلك التي أقرت ضمن قانون الانتخابات الذي أقر أخيرا. نعم، بدأ الحقيقة احنا إذا نريد ننظر إلى قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، فمن ميزاته وحسناته هو الانتخاب الفردي. يعني أعطى للمواطن حق أن يرشح وأن ينتخب، يعني بعيدا عن، وخلصنا من مشكلة كبيرة هي مشكلة نظام سانتليغو الذي كان يسحب الأصوات الخاسرة وينطيها للرؤوس الكبيرة. هذه من مميزات وحسنات قانون الانتخاب الجديد، بالإضافة إلى الدوائر المتعددة اليوم. وأكو ميزة أخرى مهمة جدا، هي أنه هذه الأصوات التي يدخل بها المواطن لغرض ترشيح أو انتخاب شخصية معينة لن تذهب إلى غيره. هذه مهمة جدا. كان سابقا سانتليغو يأخذها وينطيها لغيره. يعني اليوم المواطن يجب أن يؤمن أنه صوته لن يذهب إلى غيره، لكن شنو إحنا محتاجين إلى توعية جماهيرية واسعة من أجل المشاركة الواسعة من أجل التغيير. إذا كنا نبحث عن التغيير فيجب أن نشارك بشكل واسع، وما ننطي فرصة للشخصيات التي ساهمت في وضع العراق بهذا الشكل أن تعيد نفسها وتعيد تدويرها، وبالتالي علينا أن نعمل بشكل منفتح وواسع على هذه الانتخابات. نعم، وهذا بالتالي يعني يبدأ من خلالكم ومن هنا من هذا المنبر أستاذ فيصل، وهذه فرصة لنكرر ربما بعض أو نقف عند بعض المعلومات التي تفضلت بالحديث عنها. إذن عندما أتقدم للمشاركة في هذه الانتخابات وأصوت لصاد من الناس، سيذهب هذا الصوت وأنا ضامن ذلك لصاد من الناس في قانون الانتخابات الذي أقر أخيرا؟ بالتأكيد. يعني أنا قلت اليوم أنه هذه مهمتنا إحنا كمواطنين. اليوم الرقابة طبعا بالإضافة إلى وجود رقابة دولية على الانتخابات، وهذه تطمن أيضا، يعني تعطي فسحة كبيرة بنزاهة هذه الانتخابات. اليوم إحنا مطلوب من عندنا أن نكون إحنا رقيبين على هذه الانتخابات. يعني أنا لا أبيع صوتي من أجل حفنة من الدولارات التي
القليلة. هذه واحدة. هذه واحدة أستاذ فيصل. هل هناك من آليات؟ هل هناك من آليات أخرى أو مسؤوليات أخرى تترتب على عاتق المواطن حتى بالنسبة للمقاطع؟ وهذه دعوة للجميع من هذا المنبر. يعني على الأقل لنجعلها نقطة شروع. نعم بالتأكيد. يعني هنالك كثير من المهام والمسؤوليات على المواطن العراقي. أولاً هذه لوحات أو صور المرشحين هذه أمانة في أعقابنا في رقابنا إحنا كمواطنين، يعني ضمن مناطقنا السكنية. إحنا نطالب المفوضية بأن تتخذ إجراءات، لكن هل المفوضية لديها اليد الطولى لتصل إلى كل مناطق العراق؟ بالتأكيد إحنا أدواتها. يعني يجب أن نحافظ على هذه الصورة. هذه الصورة هي تعريفية للمرشح. لماذا يذهب البعض أصحاب النفوس السيئة إلى تمزيق هذه الصور؟ وبالتالي هذه حالة غير مرضية. هذه واحد. اثنين، إحنا يجب أن ننظر يعني للمشاركة الواسعة من خلال حقيقة توفرت عندنا بعض المسائل سابقا بالانتخابات السابقة. كان هنالك فسحة كبيرة للتزوير، لكن اليوم أكو هنالك موانع للتزوير. من عندها؟ أولاً الرقابة الدولية. كل الانتخابات السابقة كانت المنظمات الدولية والمنظمات الدولية والدول الأخرى كانت تشارك مساهمة في تحقيق الانتخابات. يعني العراق يدعوها أن تساعد العراق في إجراء الانتخابات. اليوم لا، الدعوة وفق قانون المفوضية وصلاحية قانون صلاحية المفوضية المستقلة للانتخابات بالمادة 10 الفقرة الرابعة أنه تعطيها صلاحية أن تدعو منظمات ودول إلى مراقبة الانتخابات. اليوم راح تكون المراقبة دقيقة. وأيضا صرحت بعض المنظمات العالمية الكبيرة مثل الأمم المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي بأنه سيعملون على الرقابة الدقيقة لهذه الانتخابات. هذا يشجع. اثنين، اليوم أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو بنفسه راح يشرف على الخطة الأمنية للانتخابات، يعني راح يكون موجود بالساحة. فإحنا هذا أيضا هذا راح يدفع المرؤوسين اللي يعملون وياه على العمل بشكل جاد من أجل ضمان أمن واسع للمواطن العراقي. إلى أي مدى تشجع؟ نعم. بالتالي طيب إلى أي مدى كل ما تفضلت به يعني أستاذ فيصل بالإضافة إلى دور المواطن في المشاركة بهذه الانتخابات، يعني سيقطع الطريق بالتالي يعني على المزورين والفاسدين من أن نراهم مرة أخرى تحت القبة، أو على الأقل يحدث فرقا؟ هذا اللي نتمناه. بالتأكيد. نعم أنا متأكد يعني وعلى يقين أنه سوف يحدث فرق. هسا هذا الفرق كبير أو جزئي، إحنا نقول الحمد لله والشكر. يجب أن نذهب إلى التغيير. يعني هذا موضوع التغيير مطلوب جدا من عندنا إحنا كمواطنين، مطلوب من عندنا كمنتخبين، مطلوب من عندنا مرشحين. اليوم الصورة واضحة. العراقي اليوم يعرف اكيد يعني يعرف ابن بلده، يعرف من 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 استغنى او من من زادت ثروته امواله من المال العام. بالتاكيد. يعني الحديث متداول بين الناس. احنا الصور المرشحين مباوع عليهم نعرفهم، هذا فاسد هذا جيد. فلذلك يعني حتى اذا ماكو هناك اجراءات قضائيه ضده، يعني ماكو دلائل، بس المواطن يعرفه. يعني يجب أن لا ندور من وصل بالعراق إلى هذه المرحلة الخطيرة. وبالتالي يجب أن تكون مرحلة شروع مثل ما قلتي حضرتك لنحو بناء وطن مزدهر ثروات بيد أبناء المخلصين من أجل أن يزدهر هذا الوطن ويعيش المواطن العراقي برخاء. طيب أستاذ فيصل، تحدثت عن المواطن العراقي وما يقع على عاتقه من مسؤوليات فيما يتعلق بالانتخابات المرتقبة. أيضا بالنسبة للمرشحين ربما ذكرت جزئية تتعلق يعني صور المرشحين، لافتاتهم، دعاياتهم الانتخابية، يعني ويعني مسؤولية المواطن أمام تلك أو أمانته في التعاطي مع تلك اللوحات. أيضا ما يتعلق بالمرشحين يجب عليهم أيضا أن يتخيروا أماكن مناسبة، يكون ذلك ضمن يعني إجراءات قانونية سواء في بغداد العاصمة بالتنسيق مع أمانة العاصمة كذلك المفوضية وبقية المحافظات الأخرى. نعم بالتأكيد. هو من أكيد أمانة بغداد والبلديات في المحافظات أعلنت عن الأماكن المخصصة لوضع اللوحات التعريفية واستخدامها للدعاية الإعلامية في هذه الانتخابات. على المرشح أيضا
أن يلتزم، يعني يجب أن يلتزم قانونا، هذا وموضوع قانوني أيضا، وإذا تصرف بشكل آخر يكون مخالف للقانون. هذا واحد. اثنين، بعض المرشحين للأسف يلجؤون إلى يعني هم يدفعون ببعض العناصر المساندة لهم لتمزيق صور معارضيهم، أو حتى يلجؤون إلى تشويه صورة المنافس له بالانتخابات. بالتأكيد احنا ندعو الكل إلى أن يعملوا بشكل تنافسي شريف، لأنه هذه الانتخابات هي ما مريود إلى أن يصل بها تصل بالعراق إلى بر الأمان، وبالتالي وصول شخصيات جيدة. لذلك ندعو إلى أن يكون التنافس شريف، تنافس وفق القانون. المفوضية والأجهزة الأخرى يجب أن تعمل بشكل واسع من أجل رصد حالات المخالفة وإحالة المزورين إلى القضاء، وبالتالي أيضا هناك عقوبات راح تنتظرهم. نعم. بالتأكيد يعني. طيب دعنا أستاذ فيصل أيضا نشطع موضوع الترشيح الفردي عفوا والدوائر المتعددة، يعني حقه من التوضيح، دعنا نشبعه توضيحا من خلالك بالتأكيد أستاذ فيصل. يعني أيضا ما يتعلق بإمكانية وصول المستقلين أو التغيير المرتقب، هل نتحدث عن نسبة تغيير يعني متوقعة بإمكاننا أن نتكهنها في ضوء قانون الانتخابات الجديد أستاذ فيصل؟ أنا قلت لحضرتك في بداية الحديث أنه إحنا من حسنات هذا قانون الانتخابات الجديد هي موضوع الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة. يعني بمكان ما أنا كنت قلق من أنه صوتي قد يؤخذ من عندي ويعطى إلى شخص آخر، اليوم الصوت محسوب ضمن القائمة، عفوا ضمن المنطقة الانتخابية، والانتخاب الفردي للشخص نفسه. اليوم أنا أنتخب شخص معين، إذا فاز الشخص هذا فصوتي قد أوصله إلى مقعد في قبة البرلمان، إذا لم يصل هذا الشخص إلى ما أراد أن يصل إليه فبالتالي صوتي سوف يضع. إذا فرص المستقلين أكبر الحقيقة. هل هذه الحسنة أستاذ فيصل ربما تشكل عقبة لاحقا يعني في تشكيل التحالفات وصولا إلى تشكيل الحكومة؟ نعم بالتأكيد. أنا إذا تسمحي لي شوية أنه أوضح لك الصورة أكثر بعد. هذه الانتخابات بما أنه هنالك انتخاب فردي، فبالتأكيد راح تعطي فسحة كبيرة للمواطن من أجل اختيار الناس الذين يؤمن بهم. هذه إذا كانت درجة وعي المواطن تتناسب مع حجم وأهمية هذه الانتخابات، وبالتالي فرص وصول المستقلين نعم هي ليست كبيرة جدا. الأحزاب السياسية لها تاريخ وجذور بالتأكيد في العراق، ولها أتباع ولها أنصار ولها مؤيدين، وبالتالي سيعملون ايضا، وذولك راح يكونون حريصين اكثر من المواطن بصراحه يعني على المشاركه بالانتخابات، وبالتالي ستصل نسبه كبيره منهم من اعضاء هذه الاحزاب لقبه البرلمان، لكن بالمقابل سيصل مستقلون. هسه النسبه قد تكون كبيره، قد تكون متوسطه، قد تكون قليله، لكن هو تغيير حقيقه، هو تغيير واضح. هذه المرحله الاولى او التغيير اكيد راح يكون تغيير واضح. هذه نقطه. النقطه الاخرى انه هذه الانتخابات بما انه انتخابات فرديه فلن تنتج تجمعات او تحالفات او قوائم كبيره داخل قبه البرلمان، لذلك سوف تكون هنالك تحالفات، لانه الاصوات والمقاعد سوف تتشتت حقيقه بين مستقلين بين مؤيدين لاحزاب الى اخره، وبالتالي سوف لن تنتج كتل كبيره بالتاكيد يعني. وهذه يعني لا يمكن ان يعني حسنه ايضا إلى يعني هل يمكن ان نعدها حسنه استاذ فيصل؟ نعم بالتاكيد حسنه. نعم بالتاكيد سوف تجمع، يعني يجب ان سوف تجتمع تحالفات وكتل معينه من اجل انشاء تحالف من اجل تشكيل الكتله الاكبر. وبالتالي سوف تكون هناك توافقات سياسيه، وبما انه المستقلون والشخصيات المهنيه والكفؤه داخل قبه البرلمان اعتقد سوف يكون صوتهم قوي ومؤثر في عمليه التغيير. لكن يعني ربما انا هذا اللي اتوقع يعني سنقف عند جزئيه يعني اصوات كثيره
أو وجوه كثيرة جديدة يعني ستصعد إلى قبة البرلمان، يعني ستحدث تشتتا لدى الكتل الكبيرة التي كانت في فترة سابقة تسيطر على يعني القبة أو تسيطر تحت القبة. يعني نسأل بالتالي، كيف يمكن تحقيق توافق ما يفضي ذلك التوافق إلى تحالفات لتشكيل الحكومة؟ يعني ألا تمس القضية أصعب من ذي قبل؟ لا، هي الحقيقة هي حتى سابقا يعني احنا نتذكر الدورات السابقة كان صعب جدا تشكيل الحكومة، وشفنا احنا انه اختيار رئيس وزراء كان صعب حتى في العام 2018. لكن اليوم احنا راح نشهد صعوبات، بالتأكيد راح نشهد صعوبات قد لا يعني لا تزيد عن الصعوبات التي حصلت في الانتخابات السابقة. لكن انا برأيي انه المستقلين والكفاءات التي سوف تدخل للبرلمان سوف يكون لها صوتا قويا داخل قبة البرلمان، وحتى التأثير على التحالفات، يعني التحالفات مشروطة بالتأكيد، يعني لما كتلة معينة تتحالف مع كتلة أخرى بالتأكيد هذه الكتلتين كل كتلة تضع شروطها ونظرتها للمستقبل وخططها يجب وبرامجها يجب أن تترجمها، وبالتالي سوف تكون هنالك توافقات على التغيير بالتأكيد. هو هذا الخبير القانوني والسياسي الأستاذ فيصل ريكان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. إذن ما يتعلق حقيقة الانتخاب الفردي، كذلك الدوائر المتعددة وفوز المستقلين بالوصول إلى القبة، نتابعه في التقرير الآتي. قانون الانتخابات الجديد باعتماد الدوائر المتعددة تم إقراره لسبب مهم، فالمطالبة بالتغيير تقتضي منح فرصة أكبر للمستقلين بوجه الأحزاب المتنفذة، ولذلك فإن التنافس سيكون فرديا حيث يمكن للمرشح التنافس على نطاق المنطقة وليس المحافظة، وهو ما يمكنه من حصد مزيد من الأصوات، خاصة أن كل مرشح يمكنه أن يتنافس في ساحته. وعلى الرغم من كون مشاكل المال السياسي والسلاح المنفلت واستغلال المنصب ما تزال تواجه المستقلين، إلا أن الفرصة ما تزال أكبر، إذ ما يزال القرار لدى المواطن لاختيار الأنسب، لا سيما أن استغلال المال العام وموارد الدولة في الحملات الانتخابية حيلة لم تعد تنطلي على الناخبين، فيما يبقى عامل الحسم في هذا كله يعتمد على المشاركة الفاعلة بالتصويت للمرشح النزيه. وفي مقابل الرغبة الكبيرة في إيصال أكبر عدد من المستقلين إلى البرلمان، فإن المشكلة التي ستنجم عن هذا القانون تتمثل فيما بعد الانتخابات عند تشكيل الكتلة الأكبر، فوجود عدد كبير من المرشحين المستقلين يعني أن عملية تشكيل التحالفات لتكوين الكتلة الأكبر ستكون في غاية التعقيد، وستأخذ وقتا أطول من المعتاد من خلال محاولات إقناع كل نائب مستقل على حدة للدخول في هذه الكتلة أو تلك للوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل الكتلة الأكبر، الأمر الذي قد يفتح الباب للمال السياسي مجددا لإقناع المستقلين للدخول تحت خيمة أحد التحالفات على حساب آخر، لنعود من جديد إلى نقطة البداية حيث تباع المواقف وتشترى وتباع معها المصلحة العامة لمصلحة الفاسدين. إذن هل تعتقد بأن فرصة المستقلين للفوز بالانتخابات أصبحت أكبر وفق قانون الدوائر المتعددة؟ هذا كان سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وبالنسبة لمنصة تويتر والنساء فيها 33% أجابوا بنعم و67% أجابوا بلا. أما بالنسبة لمنصة اليوتيوب، هل تعتقد بأن فرصة المستقلين للفوز بالانتخابات أصبحت أكبر؟ يبدو أيضا 33% أجابوا بنعم و 22% أجابوا بنعم و 78% أجابوا بلا. إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الحدث، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، ما أبقانا الله وإياكم. تحية لكم في كل مكان ودمتم بحفظ الله.